السلام عليكم أعزائي أحبائي، مرحبا بكم معايا اليوم في حلقة جديدة في ميوزيك أند فود. اليوم حلقة رائعة، غادي نستقبل جوج خوت غايجوا عندي من مدينة اليوسفية. عندهم تبارك الله واحد لافوا وكيغنيو رائع جدا. غادي نمشي نستقبلهم في الإدارة ديالي، دابا تشوفوهم تو طالا، وغادي نجيبهم لعندي استوديو وغادي نديرو انا وياهم اغنيه. ولكن قبل كل شيء ما تنساوش ليا، يلا نمشيو ديريكتومون نستقبل هاد جوج خوت الزوينين. مرحبا بكم. الله يحفظك ليا. ميوزيك اند فود. الله يحفظك. مروان فيهم هنا مروان. انت سيمون. احنا عند سي رضا. مرحبا بكم عندنا. الله يبارك فيك. بالراحة واخا حتى حنا غير واخا حتى حنا غير اش كيقول لنا غير ضيفين. غير ديال. غير ديال. اسي. يلا يشوف. سلام عليكم. تهلاو في رضا، تهلاو في رضا. لا لا بالله يدفي يا مروان وسي محمد. التسجيل ديالهم سخخوني ديال بصح، من اخص هذاك الصغير تبارك الله عليه العافيه. هاتوا شوفوا الكواليس.
طاح التليفون. صلاة النبي عليه الله يديم خلق وصافي. بون بعد ما ساليت معاهم كما قلت لكم جيت الكوزينه ما لقيت ما يتكال والو والو. قلت شنو غادي ندير؟ غنصوب لكم ماكله ساهله ماله ما فيها والو، شويه ربيع شويه تومه شويه سباغيتي وهاهي طابت. هاد الماكله فيها الفلفله بزاف، الفلفله الحاره، ولكن ما تخافوش حيت فاش كتقلى الفلفله كيطير منها واحد 60 ولا 80% ديال الحروريه ديالها. دونك غير دير فيا الثقه وطيبها وكولها راه غتعجبك. يلا نمشيو. ¡Suscríbete al canal!